السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة أم فهد ومرام. اليوم لحنا لكم فيديو جديد اللي هو غادي نحلو هاد الصندوقة هادي، راه تقيلة بزاف وقلنا نحلوها معكم لحقاش مش حادي وحنا كنجمعو فيها. واليوم حسيت بها عمرات ولحت فيها شي فليسات وجينا باش نصورو معكم الفيديو وتابعوا معانا حتى الاخر. اليوم غادي نديرو تحدي انا وفهد، غادي نشوفو شكون اللي يجمع اكثر من واحد في الصندوقة. يلا معانا ماما، دابا غادي تحل ديال تمارا ونشوفو شحال جمعنا. يلا بسم الله. خلت لحت على حيدوا الوراق، حيدوا الوراق، الوراق غادي نحطوهم على الجي، فهمتوا؟ هانتوما راه كاين غير الدراري هنايا، غادي نفسد ليكم. اه ماما الوراق هما الاولين، شوفي الوراق، الوراق هنايا المرام لقينا شحال؟ 16260 ريال. دابا غنشوفو فهد. مسكينة ماتت. شواحد فلوس تاع ميريكان، شواحد فلوس عندي هنايا ما كاملش تاع ميريكان. يلا نشوفو بسم الله. شوف هادي عنده باقة جديدة، هنايا هادي باقة عندك، باقة عندي جديدة قلنا حتى غير هاديك الماء. بلاتي شوف هاديك عندك جديدة. بلاتي نشوفو هنايا، نجيبو هاد الوريقات ونشوفو شحال. ياك هادي ما نحسبوهاش بالي يا شنو تكسر مني. 250 واحد جوج ثلاثة أربعة ستة أبجاتي مية درهم. ياك هي شحال عندنا هنايا؟ واحد مية خمسة واحد جوج ثلاثة ها أربعة ها خمسة، 50 درهم. واحد جوج ثلاثة
ها 4 ها 5 ها 6 ها 7 منين حسبنا هذا الشيء تاع فهد لقينا 15560 ما راه قلنا 16260 يعني شحال الفرق بيناتكم 40 درهم ما راه مشكل 40 درهم في الاول كنت كنقول لكم ماشي مشكل دابا غادي نخدمكم عاوتاني وحده اخرى وغادي تبداو الجمع عاوتاني نديرو بلاصه ولكن ما تبقاش تشري بزاف الحلوى وداك الشيء باش صافي المهم هو هذا بغيت صحاباتي اللي كيتفرجوا فيا صحاباتي كنت انا بغيت صحاباتي اللي كيتفرجوا فيا في المدرسه وصحاباتي بغيتهم حتى هما يديروا بحالي ويجمعوا الفلوس في الصندوقه كما كتشوفوا جمعت بزاف الفلوس اكثر من فهد وفهد واقيلا بغى يقول لكم شي حاجه حتى انا هذا ميساج صحابي حتى هما يعني الا بغاو يجمعوا الفلوس ولا شي حاجه غادي يديروا صندوقه ما غادي يكملوا غادي يلقاو غادي شي خمجه غادي يلقاو فيها بزاف الفلوس يقدروا يكونوا بزاف اكثر من هادو على حسابهم واش كيجمعوا ولا كيصرفوهم على حساب المهم صندوقه احسن حاجه ديروه وبسلام المهم دابا وصلنا لنهاية الفيديو هذا كان فيديو خفيف ظريف غير بغينا نوريكم الصندوق مش حجم احنا فيها المهم ما تنسوش تديروا لايك وتابوناو في القناة وتفرجوا في الفيديو حتى الاخر لحقاش هو غير قصير تقدروا تفرجوا فيه للاخر وبسلام